شبكة الام تي في للبرامج لهالموسم صارت جاهزة، برامج انطلقت وعم نشوف ايضا مسلسلات كثير على الشاشة. رح نبدا بهالوقفة من واتس اون ام تي في ببعض البرامج يلي عم تنعرض حاليا. قصة الحب الملحمية بحارات الشام القديمة مع مسلسل خاتون من التنين للجمعة على الساعة 7 المساء. بذكر بانه خاتون من تأليف سيف حامد وطلال مرديني، إخراج تامر إسحاق وبطولة يوسف الخال، ورد الخال، توني عيسى، بيير داغر، غنوة محمود، سلافة معمار، باسم ياخور وكتير غيرهم من الممثلين يلي كلنا منحبهم. خلينا نشوفهم نشر. مين هو فاروق؟ عكاش، عكاش النقاش. عكاش كيف وليش فات الاوبيتال؟ مين الشخص اللي هربه؟ قومة الله حيه بالعقيد. شو الاخبار ولا هارون؟ والله يا عقيد قايمة قيامته للزعيم ابو العز. خير شبو؟ بنته متصاوبة وبالخستخانة هلا، وسمعت قال اسمها خاتون. وشلون تصاوبت هي؟ ضرب حصانها هيك عم يقولوا. ايمتى صار هالحكي؟ امبارح الصبح عقيد، امبارح الصبح. لا ما معناها بيجوز هذا حصانه للزيبق. لا والله مو بيجوز، اكيد هذا حصان الزيبق لانه رجع على المغاره. هيدا حكي بموسم جديد مع عادل كرم، ببلش الليله على الساعه 9:30 وضيفه الحلقه الاولى لهالموسم النجمه كارول سماحه. اما على الساعه 9:15 مباشره بعد الاخبار منتابع حلقه جديده من مسلسل مثل القمر يلي عم ينعرض من الاحد للاربعاء على الساعه 9:45. خلينا نشوف مشهد ومنرجع. هذا كل شيء لازم تعرفه عن الشغل. اصلا انت ما بيك عليك شيء وبلا جميلتي. هذا شغل كثير بايخ بالنسبه لي جاد. شو ناس الاشغال اللي انا بديرها؟ هيدا قصدي تماما. طيب صار فينا نظهر نحتفل رسميا. اقعد شوي جاد. شو قصة رشيد زخيا وزلفة؟ مثل ما سمعت يا بيك، قلت أنا لازم أوصل لك. أنت مين اللي خبرك؟ زلفة خبرت لينا، يعني القصة مزبوطة. مش يمكن قالت هيك توصلوا الخبر وتحرص؟ بصراحة ما بعتقد. لينا خبرتني بالغلط من دون تخطيط، وأنا بعرفها كتير منيح للينا. لو كان في شي كنت حسيت عليها. هيدي كانت لمحة سريعة عن بعض البرامج يلي بتشوفون على mtv.com.lb وابليكيشن الامتيفي. أما هلأ فرح ناخد وقفة سريعة ومنتابع مع واتس كوكينج. خليكم معنا.